والليلة رحب فيكم أجمل ترحيب، رحب بهالوجوه الحلوة. مساء الخير، مساء الحب، مساء الفرح ومساء السعادة. بالأصالة عن نفسي، بالنيابة عن أهل العروسين، اسمحوا لي رحب فيكم أجمل ترحيب بهالليلة الحلوة اللي جمعت الوجوه الطيبة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. والشي الحلو اللي بيجمع العالم وبيجمع بالجبال والرعشيد مش بس الجغرافيا، وإنما بيجمع البلدين الصداقات الحلوة والوجوه الحلوة. فأهلا وسهلا بالجميع بدون استثناء، رحب فيكم وزقفة لكم انتم. والد العريس للأسف ونظرا لبعض التقنيات بالنسبة للأوراق ما قدرش يكون مع حسين، فإن شاء الله بالفرحة الكبيرة بيكون موجود بيناتنا هو وحرم المصون. نبتدي حفلنا بترحيب ونحن وياكم سوا بعريسنا الشاب المهذب حسين فرحات. رح يشرف برفقة خاله محمود عناني وخالته الحجة خديجة فرحات. بنرحب فيهم بالتسليم. حلوة البسمة. بشرفني اني اقدم صديقي وحبيبي ابو سعيد عارف بزي وحرم ومصون سيدة نجوى برفقوا كلمتهم نجمة للسهرة وردي عارف بزي. برحب فيهم اجمل ترحيب. والله يبارك بالبيوت اللي بتطلع بيوت، ولنبارك حفلنا لهيدي الأمسية. فساعدوني أن أرحب بممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة السيد إبراهيم صالح ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يعني عندما هيك بدي أحكيها مثل ما بيقولوا بالعامية وبالمشرحية، لما فتت لقيت جنينة حلوة كثير تشكيلي. والقضية لا تتعلق فقط بمدينة بنت جبال ولا ببرعشيت ولا حتى بجبل عامل، نحن هون بقرية اسمها ديربر انمزجت كلها مع بعضها البعض، لأن قيم قرانا قيم واحدة، إيمانهم شرفهم وعزتهم كمان من منبع واحد. فلما دخلت حقيقة تذكرت العين وتذكرت البركة وتذكرت هالفيافي أو هالبروج الحلوة، خاصة بهالشتا كمان الشعر ينبع ويتفجر بشوارع وبزواريب بنت جبال وبرعشيت الطريق الممدودة اللي بتوصل القرى بعضها البعض. فهيدي يا اخوان نعمة من نعم الله أن نرى تاج قد رصع بأجمل الأحجار الكريمة، ها أنتم أمامي. فالله يبارك فيكم جميعا ويبقيكم في طاعة الله ومحبة بعضكم البعض، هذا أهم شيء. وخاصة أنا اسمحوا لي ما رح طول، بس لأن صرنا بآخر السنة ونحن بأعياد جميلة، عيد مولد رسول الإنسانية محمد بن عبد الله ومولد روح الله سيدنا عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبورك لكم هذان العيدان
وجعلنا الله تبارك وتعالى ممن يأخذون ويفيض عليهم الله من هذه البركة العظيمة بفضل الصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن بآخر السنة يا أخوان، ما بيمنع الإنسان يكون فرح، ما بيمنع نظهر الفرح أيضا، لأن نحن مش أمة كآبة، نحن أمة جهاد، بس جهادنا بإنسانيتنا، جهادنا ما نكون متعصبين، جهادنا ما نكون متعالين على بعضنا البعض، جهادنا أن نكون متواضعين لبعضنا البعض، وندفع السيئة بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صوى كأنه الله عم يشبه لك إيه؟ أنه عدوك رح يتحول صديقة. ما تجعلوا للهدم والكره طريق إلى أنفسنا، وخاصة خاصة نحن حياتنا بعد طولة عمر لمح البصر، فنأخذ الجميل منها. ومثل ما قال أسد الله الغالب علي بن أبي طالب: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لأن الدنيا كما شبهها محمد بن عبد الله مثل المرأة الجميلة اللي إلى جدادين، لما تلاقي عريسها بتفك الجدادين، فأرخت عزائلها فأولى بها أبرارها لا فجارها. فلذلك نحن بهاليوم، يمكن نحن قبل يوم آخر السنة، الإنسان يحاول يحاسب نفسه. نحن ما بدنا نعلن الحرب، نودع السنة الماضية بمعصية ونلاقي السنة الجديدة بمعصية. حلو نجتمع كلنا، أهلنا، إخواننا، نصلح ذات بيننا، نصلح الفاسد فيما بيننا، نصلح فيما بيننا كإخوان كأخوات، حتى يكون الله راضي عنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة. لأن بالأمس كان عندنا، كان في بيناتنا ناس ورحلوا ونحن ما نعرف أيمتى، ولكن الإنسان يروح سعيد، لأن كما قال الإمام الصادق يا إخوان، تذكروا: سعادة أحدكم، سعادة أحدكم أن تبلغ روحه إلى هنا. ليش؟ لأنه البشرى في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الدنيا والآخرة. نحن بهيك يوم سعيد، ما أحلانا هيك نغسل قلوبنا ونفرح ونظهر الزينة والفرح، وخاصة بهذه الأيام السعيدة ووجود شابان تحبا في الله إن شاء الله، يريدان أن يكونا في طاعة الله ضمن عقد شرعي. أحدهم من قرية جميلة هو الأخ حسين محمد فرحات من بلدة برعشيت، جارتنا، ونقول لهم كل يوم صباح الخير يا أهل برعشيت، لأن هن تل تشرف علينا على بلدنا تبني. وبعدين أيضا فتاة آنسة كريمة من أصل شريف كريم من آل بز الكرام، أبو سعيد حبيبنا وأخونا عارف، هذه البلد التي هي نبع الأدب والشعر والمعرفة والسياسة والتاريخ، واللي بيقول غير هيك وأنا علناً بحكي ما في عندي مواربة. أنتوا بتعرفوا إن هالشيء ما في، لأنه عندي مواربة خلق لي شوية مشاكل، ولكن كلمة الحق تحكيها. هذه البلد التي هي قلعة كقلعة تبنين، قلعة جبل عامر كما قلعة تبنين هي قلعة هذه المنطقة الكريمة. هذه البلد التي أنتشت الشعراء والأدباء، فجزاهم الله خير جزاء، وهذه بركة من الله فيها العلماء والأدباء والشعراء. فلذلك اليوم نجتمع كلنا كعائلة واحدة، حتى ما تنسوا يا أخوانا، دائماً بركز، بلادنا عراس وعيني، بس نحن هلا اليوم ولاد دربن، بدنا نتعاطى كوحدة جسدية واحدة. كما قال رسول الله: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إن شكى عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أسأل الله أن يجعل هذه الأمسية الكريمة أمسية فرح، وأن يجعل أبناءكم وبناتكم ضمن هذه النورانية التي شرعها الله ورسوله تحت هذا العنوان، ليكونوا معصومين من الزلل وأن لا يقعوا بالخطأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف شكرا تفضل. تفضل يا أخي.
وين خاله للشاب؟ تفضل. نعم تفضل. هلا الاخ ابو سعيد، يعني نحن بنبيت كرامة بيتك وعتبته العالية، نحن واجب علينا وخاصة هي فتاة أول مرة تتزوج لابد من كرامة بيت أهلها بالإسلام أن نأخذ رضاك. أنت تسمح لي أخذ رضاك للبنت؟ شكرا أنا قبل. هلا عمو أنا بدي أقول علمتك ماما راحت علينا وجهت من المدرسة. أفلح ما صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. على كتاب الله وهو القرآن الكريم، وسنة رسول الله وهو النبي العظيم محمد بن عبد الله، ومنهاج أمير المؤمنين وهو أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. يا وردة عارف بس أترضين أن أكون وكيلا عنك بعقد قرانك على الشاب الفاضل حسين محمد فرحان بمهر معجله خاتم من الماس ومؤجله $50,000 أمريكي تدفع لأقرب الأجلين، فقضيتي فقولي أنت وكيل. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا وردة على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج أمير المؤمنين، أترضين أن أكون وكيلا عنك بعقد قرانك على الشاب حسين محمد فرحان بمهر معجله $50,000 أمريكي تدفع لأقرب الأجلين، فإن رضيتي فقولي أنت وكيل. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا وردة عارف بس على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أترضين أن أكون وكيلا عنك بعقد قرانك على الشاب حسين محمد فرحان بمهر معجله خاتم من الماس ومؤجله $50,000 أمريكي تدفع لأقرب الأجلين. قبلت قلت أنت وكيل. قبلت الوكالة. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إجا دورك. أفلح وصلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقول الله في كتابه الكريم: وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا حسين محمد فرحان بوكالتي عن وردة عارف سعد زوجتك. عارف بس سعد وبس كلهم عجينة وحدة. سعد أفلح من صلى على يعني حدا يهقلني شو لا ما هو انا انعكس علي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على اشرف خلق الله اجمعين مع
محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا حسين محمد فرحان، زوجتك موكلتي ورد عارفز بمهر معجله خاتم من الناس ومؤجله $50,000 أمريكي يدفع لأقرب الأجلين. أحسن على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا حسين متعتك موكلتي ورد بالمهر المعلوم والأجل المعلوم. أحسن على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا حسين أنكحتك موكلتي وردة بالمهر المعلوم والأجل المعلوم. أحسن. هلا أنا رح أقول هالثلاث صيغ اللي أنت قبل، أوكي؟ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا حسين محمد فرحات، زوجتك ومتعتك وأنكحتك موكلتي ورد عارفز بمهر معجله خاتم من الناس ومؤجله $50,000 أمريكي تدفع لأقرب الأجلين. مبروك مبروك. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خد ببوسك وبوعي وبحس عيونك فرحاني بعرف بدك بوسي تاني من قلبي بعطيك بكرة بوعف شوفك حدي تنينتنا على فرد مخدي ببوسك وبوعي وبحس عيونك فرحاني بعرف بدك بوسي تاني من قلبي بعطيك من